ويحمل السلاح هم لحماية النفس أولا والعرض والمال، ومدينة كوستي دي تكون آمنة ومطمئنة، لأنه الآن مدينة كوستي إيتوا قاعدين وشلتوا أخوان خلطوا من الخرطوم، قابلتوهم بكل صدر ورحمة، الآن دايرين لكم تزوروا وتستفسلوا بالدفاع عن هذه المدينة. أنحنا الآن مدينتنا آمنة زي ما إنتوا شايفين، لكن التحول في الأخبار مفروض ونكون صحيين وجاهزين، ومتى ما أرادوا بنا ما أرادت القيادة أن تدفع بنا للأمام نحن والله جاهزين لسد اليسار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جيش واحد الشعب الواحد، جيش واحد الشعب الواحد، جيش واحد الشعب الواحد. الرسالة دي من بحراوية ومن مدينة قصر، والله العظيم بتخوف الأعداء وبتشوف مرات